مرحبا. جولة ما قبل نهاية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي من سما ومني ومن لوغ إن بلشت. خلينا نبدأ أول أخبار اليوم وليتس لوغ إن بالبداية على تيك توك. حلقة اليوم رح تكون بأغلبها عن الترند الفني أو الدرامي إذا فينا نقول الأبرز بالأسبوعين الأخيرين، وهو مسلسل سكويد جيم أو لعبة الحبار. متابعي هالعمل والناس اللي حبوه رح يكون لهم حصة كبيرة معنا بجولة اليوم. المسلسل الكوري الجنوبي عم يحقق أرقام متابعة غير مسبوقة عبر شبكة نتفليكس ليكون رسميا المسلسل غير الناطق بالإنجليزية الأعلى متابعة بتاريخ المنصة. المسلسل يلي بتقوم فكرته على جمع أشخاص بيعانوا من مشاكل مادية بمكان واحد وإجبارهم على القيام بتحديات بين بعضهم البعض ليضمنوا فرصة الحصول على مبلغ مال كبير، بالإضافة للبقاء طبعا على قيد الحياة. فهذا المسلسل بيحقق انتشار ونجاح كبير. التحديات فيه كانت بأغلبها أو بأكملها عبارة عن ألعاب للأطفال مشهورة بالثقافة الكورية الجنوبية، ولكنها بتكتسب شكل دامي وإجرامي ومختلف خلال حلقات المسلسل. وبالحديث عن التحديات، يعني أكيد بطن أدنين تيك توك، ومنشوف خلال الأسابيع الماضية أو الأيام الماضية القليلة حتى انتشار كبير لتحدي جديد عبر تيك توك مستوحى من المسلسل الكوري الرائج مؤخرا بين الناس. التحدي هو دالونغا تشالنج، نسبة لحلوى دالونغا الكورية الجنوبية اللي ظهرت بالمسلسل، وكان مطلوب من أبطال العمل المشاركين بالتحدي اجتزاء القسم الداخلي من الدالونغا يلي بيكون على شكل معين مثل النجمة، الدائرة، القلب وغيرها، ولكن بدون ما يلحق أي ضرر بهذا الشكل. يعني لازم على المشاركين بالتحدي يزيلوا أطراف الحلوى ويحافظوا على الشكل يلي بوسط قرص الدالونغا فقط. طبعا اللي بيخسر التحدي بالمسلسل كان بيخسر حياته كمان، ولكن على تيك توك الموضوع عم يكون أقل خسائر بكتير وبالعكس. فالتجارب الناجحة والفاشلة لهذا التحدي بمجملها صارت محققة ما يقارب 48 مليون مشاهدة عبر التطبيق. So I started watching this TV series called Squid Game on Netflix, and I decided to see if I would survive the second round. Pretty much the contestants have 10 minutes to get this shape out of this Dalgona candy without cracking the shape itself. And if they do crack it, they die. Honestly, when I was watching the show, I was thinking to myself, how hard can this be? Like, it's already pre-cut, right? This recipe is super easy. All you have to do is just cook sugar until it's melted and then mix baking soda and stir. Now let me see if I would have died or not. Let's see if I'd survive Squid Games. I'd pocket around the star. طبعا المسلسل يعني عم يحقق فعلا انتشار كبير، وعم نشوف كثير من الاشخاص سواء حتى عنا بالبلد عم بيحكوا عنه، وفي كثير ناس قدروا يتابعوه طبعا على شبكه الانترنت كونه نتفليكس غير متاحه في مواقع ثانيه بتاخذ نسخ يعني مثل ما بيقولوا مسربه او مسروقه من نتفليكس، ولكن بالنهايه كل البشريه عم تشوفه وعم تحضره. فما بعرف اذا انتم كمان حضرتوه او لا، ولكن يبدو العمل عالمي ولازم يكون يعني بقائمه الاشياء اللي لازم تشوفوها بالفترات الجايه. ثاني اخبارنا بحلقه اليوم رايحين لحتى نعمل فيه لوج ان على تويتر. بتاني أخبار اليوم راح نضل بنفس السياق مع المسلسل الكوري الأشهر حالياً ومحاولة استغلال الكل نجاح العمل لتحقيق مكاسب مختلفة سواء على السوشيال ميديا أو حتى على أرض الواقع. قصتنا هلأ من فرنسا وتحديداً من العاصمة باريس يلي قام فيها أحد المتاجر بتحويل نفسه بشكل مؤقت لمعرض بيقدر من خلاله الزوار ممارسة بعض التحديات يلي ظهرت بالمسلسل الكوري وتجريب حظوظهم ومدى قدراتهم على تجاوزها. مئات الفرنسيين توافدوا على المكانة تجربة التحديات ووثقت مقاطع فيديو انتشرت بكثرة عبر تويتر الطوابير الممتدة من باب المحل لعشرات الأمتار قدام، والأمر اللي تطور بالنهاية لحالة من التدافع والفوضى والعراك بين الفرنسيين المتجمهرين يلي بلشوا يتخانقوا على دورهم بالدخول وتجريب هي التحديات، خاصة وأن البعض منهم انتظر بدوره مدة وصلت تقريباً
لسبع ساعات متواصلة حتى يفوت ويلعب بتحديات السكويرد جيم. يعني الدور كان أبشع من دور البنزين على ما يبدو، ليتحول المشهد بالنهاية مع حالة التدافع والعراك اللي صارت لا مشهد شبيه بالمسلسل الأصلي يلي بيكونوا فيه أبطال العمل عم يتصارعوا بين بعضهم البعض للبقاء على قيد الحياة وتجريب هاي التحديات. كمان وبنهاية حلقة اليوم وبآخر خبر رح نكون بعاد عن هذا المسلسل، ولكن يبدو أنه الأشياء اللي عم تصير والنجاح اللي عم يحققه ممكن يخلينا نرجع ونمرق عليه مرة ثانية مع أمور جديدة عم يسببها أو عم يكون سبب بانتشارها على السوشيال ميديا. آخر خبر بحلقة اليوم رح نروح فيها نعمل لوج إن بالختام على إنستغرام. نهاية حلقة اليوم رح تكون مع أخبار مشاهير كرة القدم أو الرياضة بشكل عام يلي بيكون ظهورهم على السوشيال ميديا بشكل عفوي ومخالف للنمط والطريقة يلي تعودت فيها الناس عليهم من قبل، بيكون ورقة رابحة على مواقع التواصل الاجتماعي بتحقق ملايين المشاهدات والإعجابات والتعليقات واللازم منه. تحدي من نوع خاص جمع بين الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم الألعاب القتالية المختلطة حبيب نور محمودوف. حبيب نشر عبر حسابه على إنستغرام الفيديو القصير يلي ما بتتجاوز مدته 10 ثواني وبيشارك فيه رونالدو بتحدي الضحك. فكرة التحدي إنه المشاركين بيطلعوا ببعض ويلي بيضحك أول بيكون خسران بكل بساطة. الفيديو يلي حصد أكثر من 7 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة بس أو أقل حتى شوي، خسر في رونالدو وكان الشخص يلي عم يضحك بالأول. اللقاء بين النجمين إجا بعد ما حل لاعب فنون القتالية المختلطة حبيب نور محمودوف يلي تقاعد من الرياضة العام الماضي ضيف خاص على مانشستر يونايتد، وأتيحت له الفرصة للقاء العديد من نجوم النادي مثل رونالدو وبوكبا. كمان لهم ممكن وصلنا لنهاية جولتنا، أنا برجع بشوفكم إذا الله راد بآخر حلقات هالأسبوع بكرة، ومن هون لبكرة ضلوا بألف خير. Let's look out. سلام.